اختتمت فعاليات ملتقى الرافدين بخمس جلسات حوارية ناقشت الاقتصاد والأمن والثقافة وحتى التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الصناعي. مقرات في المصر أنا ما رحت هناك ولا اشتركت في التحقيق. على مدى أيامه الثلاثة تمت مناقشة أجندات مختلفة عبر 11 جلسة حوارية، إضافة إلى 9 حوارات خاصة مع القادة السياسيين وأصحاب القرار في البلاد. اللجنة المنظمة للملتقى أكدت أن جميع توصيات الملتقى ستصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات كافة للاستفادة منها. بعد انتهاء الملتقى مهما طالت أيامه ستذهب هذه المخرجات بكتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستعمم الحلول مع تلك المشاكل على كافة توابع الوزارات. الملتقى الذي استضاف متخصصين من مراكز بحوث عربية ودولية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى المتخصصين في الشأن السياسي المحلي والدولي، عده المشاركون رسالة مهمة إلى العالم تؤكد تعافي البلاد ونهوضها باتجاه آفاق أكثر اتساعا نحو الانفتاح على تنظيم الفعاليات الدولية المهمة. أنا أتصور مثل هكذا مؤتمرات بهذا الحجم بهذه الكمية بهذا الحضور سيبعث رسائل متعددة إلى دول العالم، سيبعث رسائل متعددة إلى المختصين بكل الأشياء اللي أثيرت. بالتأكيد الجمهور سيتفاعل تدريجيا مع هكذا حدث، لأنه بالنتيجة ستكون يعني حاصدها ونتائجها لصالح العراق. وهكذا يزدل الستار على أعمال الدورة الخامسة من ملتقى الرافدين للحوار، الملتقى الأكبر من ناحية عدد المشاركين، إذ تجاوز 1000 مشارك من 36 دولة في أوسع مشاركة لمنتدى سياسي ثقافي في البلاد. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.